كان مهم كمان بعد عرض البرنامج واحنا النهارده في الحلقه الختاميه نعرف اراء الناس مش في مصر بس لكن كمان بره مصر، وعشان كده من النمسا ومن هولندا ومن الصعيد كمان، ويمكن كان نفسنا يعني نلف اكتر ونشوف اراء الناس في دول اكتر. خلينا نخرج نشوف اراء الناس قالوا ايه عن سفيره السماء. البرنامج الجميل اللي هم عاملينه سفيره السماء، الاماكن اللي العذراء مريم تجلت فيها وفرحت الناس اللي هي فيها سواء في مصر أو خارج مصر. يعني في أماكن كتيرة في مصر إحنا ما شفناهاش رغم إن إحنا مصريين وعايشين برا، ويمكن الظروف ما تساعدناش إن إحنا نشوفها، بنشوفها من البرنامج دوة. كمان في أماكن كتيرة في العالم كله سواء اللي إحنا بنشوفه في لبنان أو في أوروبا، برضو الأماكن دي من الصعب إن إحنا نشوفها، لكن فيها تمجيد لاسم ربنا ويبين قد ايه ان الناس بتحب العذراء قد ايه، وشفاعة العذراء قوية قد ايه، وان هي ليها عمل عجيب مع الشعوب دي كلها. دي حقيقي يعني احنا بنشكرهم على البرنامج الجميل ده، لان دي اماكن فعلا ممكن الواحد ان هو طول حياته ان هو ما يشوفهاش. تعيشوا وتعملوا وتجددوا باستمرار، وكل سنة وكل الشعب القبطي بخير. من البرامج اللي شدتني في قناة سي دي في برنامج سفيرة السماء، وده حتى عنوانه يعني جذبني لدرجة اني يعني حسيت فعلا ان لنا سفيرة في السماء وقربتنا منها. كمان الناس اللي قائمين عليها والعاملين فيها انا بشكرهم جدا، لان ورونا اماكن لتجلي السيدة العذراء جميلة جدا ما كناش عندنا فكرة عنها في مصر وبرا مصر كمان. كمان لان قناة سي دي في قناة متميزة جدا، ونشكر جميع العاملين فيها. بصراحة يعني برنامج جميل جدا ونتمنى يدوم، والست في والكنيسة هنا احنا في النمسا بنستمتع بالحاجات دي، وان زهرات الست العذراء وفي حاجات بتيجي في اوروبا بالنسبة للمصريين دي جميلة جدا، ان بتجيب حاجات من اسبانيا ومن اوروبا كلها، دي شيء جميل وعظيم. اول حاجة عايزة اقولها ان الاسم عجبني جدا جدا جدا، لان الاسم فعلا جديد، احنا متعودين على ماما العذراء، متعودين كمان نقول الحمامة الحسنة الحاجات دي، لكن سفيرة السماء ده اسم جديد وحلو قوي. وهي فعلا كده، يعني هي فعلا سفيرة من السماء وللعالم كله، والبرنامج بقى بيورينا انها فعلا للعالم كله. يعني انا شفت حلقات اسبانيا، شفت حلقات فرنسا، لبنان، وطبعا مصر بقى حتت كتيرة فيها. استفدت جدا، يعني فيهم الهبة مثلا كانت بتتكلم في اسبانيا عن عدد السكان، يعني بيدونا انفورميشن مش بس الحياة الروحية، لا كمان انفورميشن عن البلد اللي هم فيها. غير كده الكرو كله حلو، يعني سالي واسحاق كلهم عسل جدا، بيخلوا المود بتاعنا يعني عالي جدا، بننبسط قوي واحنا بنتفرج، وبنخلص البروجرام واحنا مبسوطين جدا وعندنا كده سلام وحاسين العذراء معانا. عايزه اقول كمان ان هم زي الشموع اللي بتنور قناه سي تي في، ومشيل برضو واحد منهم علشان هو بيغطي لنا كل حاجه في النهضه وفي كل حاجه. برنامج جميل جدا وجاي في وقته، جاي في صيام العذراء، وانا شايفه ان هو برنامج جديد في فكرته، لانه بيورينا كل تقاليد اللي بتحصل على مستوى العالم بالنسبه للعذراء. يعني انا اتفرجت على حلقه بتتكلم عن البرتغال، كانت اول مره اشوفها ان الناس بتمشي على ركبها كندر، حاجات جميله عن العذراء وعن شخصيتها. فعلا ربنا يوفقهم، اعداد وتقديم واخراج وتصوير وكل برنامج العمل، ربنا يوفقهم، وكل سنة وانتوا طيبين. برنامج سفيرة السماء من أروع ما يقدم على شاشة سي تي في، لأنه بكل بساطة بياخدنا في دول أوروبا، بنتعرف فيه من خلاله على مزارات الست العذراء وظهورها، وقد إيه الناس محبين الست العذراء، وهم بيروحوا للست العذراء مشيا على الركب، على ركبهم
دي حاجة رائعة جدا جدا، بتبين قد ايه عظمة ومحبة الست العذراء في قلوب كل الناس. احنا بنشكر قناة سي تي في والقائمين على الاعداد والمذيعين اللي بيقدمونا البرامج الحلوة دي، ونتمنى دايما باستمرار في اعياد الست العذراء ان احنا نشوف برامج جميلة تانية باستمرار هنا في اوروبا، وخصوصا في النمسا في فيينا. البرامج دي بتبقى برامج شيقة ورائعة، بنتعرف من خلالها على عظمة الست العذراء امنا الحنونة. بصراحة برنامج رائع جدا جدا جدا، يعني حسيت ان انا قاعدة مكاني ولفت العالم كله وخدت بركة كل الاماكن اللي ظهرت فيها العذراء، يعني شيء ما يتوصفش بصراحة. جميل جميل جميل، ومناسبة صيام العذراء كمان، يعني بركة مزدوجة زي ما بيقولوا. هو برنامج جميل جدا لان هو بيعتبر مثابة رسالة تبشير للمسيحية في العالم كله، وفي نفس الوقت الناس تعرف معجزات العذراء وعمل ربنا في كل العالم مع من خلال عقيدتنا المسيحية. أنا بعتبر أن معجزات العذراء في كل مكان دي بركة كبيرة جدا وبشارة لينا ورسالة لينا، وبتخلينا نقرب من ربنا كتير، بتخلينا نحس فعلا بوجود ربنا حتى لو في لحظات بننسى، وبناخد بركة كبيرة. برنامج جميل جدا، وكان بيتكلم طبعا على أم النور في الأماكن كتيرة، ده حاجة حلوة قوي ان احنا كنا كأننا سافرنا بالظبط، يعني عملت مجهود جميل، كل مكان كانت ظاهرة فيه العذراء كان جميل، ورانا حاجات كتيرة ما كناش شفناها قبل كده، خصوصا ان العذراء دايما بتبقى يعني ربنا بيفتقد شعبه بيها وبيبعتها لنا في اماكن كتيرة قوي للعالم. عجبني ان هو بيبين ايماننا، ان هو ايماننا قوي، ونشوف معجزات لينا كتير في كنايس كتيرة، اذا كان ابتية او كاثوليكية او في كل الاماكن في العالم كله، ويعني نسمع معجزات كتيرة، ده يفرحنا ويخلينا نكون يعني قويين في إيماننا وثابتين في إيماننا. هو البرنامج حلو إن أولا بيورينا الست العذراء في كل مكان، كمان إن مش بس مختصر إن إحنا لازم نروح المكان نفسه، بيودينا إن إحنا نشوف ده خلال القناة نفسها، بنشوف معجزات وزيارات الست العذراء مع الناس دي، فدي بتبقى حاجة حلوة الناس بتستفيد منها طبعا، بتبقى حاجة مفرحة للقلب إن لسه نحس إن لسه في زمن إن في ست العذراء بتظهر وإن في معجزات. برنامج جميل لأن من خلاله عرفنا حاجات كتير وزهرات كتير عن العذراء، وشفنا أماكن ما كناش شفناها أبدا، وبصراحة معجزات العذراء كتير سواء معانا أو مع الناس التانية في كل مكان، مش بس الأماكن اللي البرنامج بيصور فيها، هي لها معجزات مع ناس كتير إحنا نعرفهم، ومعجزات كتير قريناها ومعجزات كتير سمعناها. برنامج جميل اللي هو يجيب لنا بركات كبيرة ومعجزات حلوة بالطريقة دي، دي طبعا احنا بركة حلوة كبيرة احنا منستاهلهاش اللي احنا نشوفها بعنينا كده في برنامج كله كده مرة واحدة. يعني الواحد لما كان بيسمع الحاجات دي زمان كنا نقول يا ريتنا كنا نقدر نشوف حاجة زي كده، ولا فين الزمن اللي احنا نبقى موجودين فيه بحق وحقيقي. فطبعا دي بركة كبيرة وحاجة جميلة، وبركة أم النور وشفاعتها وصلواتها تكون معنا وتكون معاكم جميعا. سفرت السماء ده برنامج حلو خالص خالص، فيه بنستفاد كتير وبنعرف أكتر عن العذراء ومعجزاتها، وأحسن مكان كان مكان العذراء لبنان، شفنا فيه دير العذراء اللي عمرنا أصلا ما نقدر نروحه خالص، هو عرفنا عن مكان كويس جدا وعرفنا عن معجزاتها وأماكنها هناك، وكمان العذراء درونكا في أماكن إحنا لما بنروح مش بنعرف نزورها من الزحمة، بس في البرنامج بنبقى شايفينه كويس وبنعيش أكننا جوه المكان نفسه. البرنامج بيعيشنا لحظة حلوة خالص عن العذراء، احنا بنسمع معجزاتها وزهوراتها ووقوفها مع ولادها. احنا بنشكر قناة سي تي في على يعني مجهودها الرائع في البرنامج ده. برنامج سفرة السماء ده برنامج رائع بصراحة، ويعني استفدنا منه كتير على سي تي في، ومجهود رائع بصراحة الاعداد والمقدمين البرنامج، وأماكن كتير بصراحة بزروها في لبنان وأماكن كتيرة، وربنا يعوض تعب محبتهم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد العذراء. دايما متابعين برنامج سفير السماء، ده برنامج جميل دايما بيحكي لنا عن العذراء وعن كنايسها وعن معجزاتها في كل حتة في مصر وخارج مصر. برنامج جميل ومليان، كله معلومات ثمينة، معلومات قيمة،
دايما برنامج مال القناة ومالينا بالمعلومات الثمينة. متابعة جيدة لبرنامج سفيرة السماء، برنامج حلو صراحة، وخصوصا في فترة صيام صوم العذراء أجمل أيام في السنة، خصوصا معجزة فوران الدم في كنيسة في أسبانيا عجبتني جدا جدا، مكان كله بركة ووصلنا ليه من غير ما من مكاننا. يعني برنامج سفيرة السماء برنامج ممتاز وحلو خالص، طبعا استفدنا منه كتير. نشكر القناة وأفراد العاملين فيها، وربنا يديهم بركة زيادة وزيادة علشان يفيدونا أكتر وأكتر وأكتر. برنامج سفيرة السماء عرفنا على أماكن كتير على مستوى العالم اللي زارتها الست العذراء. الست العذراء طبعا لها مكانة كبيرة خالص خالص في قلوبنا، يعني نتمنى لكم كل خير. برنامج سفيرة السماء ده برنامج جميل جدا، بيعرفنا على أماكن جميلة وأماكن العذراء وزهورها في الأماكن المختلفة، وبيورينا أن بلاد براحنا ما نقدرش نروحها ويعني صعب أن احنا نروحها، وبيعرفنا على حاجات كتيرة برضه. وبنشكر قناة سي تي في على تعبها ومجهودها معنا. برنامج سفيرة السماء برنامج جميل، بنتفرج عليه على أماكن حلوة ما كناش نشوفها قبل عن كده، شفاعة العذراء الأماكن كلها حلوة جميلة، وريتنا الأماكن اللي راحت فيها العائلة المقدسة وأطفال سانت فاطمة، أماكن جميلة جدا ما كناش شفناها قبل عن كده.